بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ بعد ما انتوا اتخانقتوا مني في موضوع النورمال بيزالس، مش عارف بتاع 30 فيديو او حاجه زي كده، هنبدا ان احنا مع بعض ان شاء الله موضوع جديد، الا وهو الكرينيال كافيتي. والكرينيال كافيتي في الحقيقه هو التجويف الداخلي للسكال وللجمجمه، وعشان نقدر ان احنا نشوف الكرينيال كافيتي لازم ان احنا ناخد هذا السكشن الهوريزونتال سيكشن وقسم الاسكال لجزئين. الجزء ده اللي فوق ده اللي هو الاسكال كاب، الكاب او الفولت اوف الاسكال، الجزء العلوي والجزء الايه السفلي. طيب طبعا بالنسبه للجزء السفلي اللي هو ده، ماشي، ده هو الايه النورما بيزاليس انترنا، ان انا اخش اتفرج على الايه البيز اوف الاسكال من الداخل، زي ما احنا وضحنا يمكن زمان كتير، ان انا اخش من ايه من جوه من هنا كده خلاص كده، واتفرج على الايه البيز اوف ذا سكال بس من الداخل خلاص كده، تديني الايه المنظر ده. طيب في بقى لازم برضو نشوف ده اللي هو ممكن ان انا ابص من ايه على الجزء العلوي، واخد بالك برضو ان انا اخش ايه كده. يبقى انا ممكن ان انا ابص على السكال كاب، ماشي، من جوه، او ان انا ابص على النورما بيزاليس انترنا من جوه. نبدا مع بعض، نبدا من بعض بالجزء الاسهل اللي هو ان احنا نبص على السكال كاب او الفولت اوف ذا سكال من الداخل، يعني نقطع ونبص على الجزء العلوي من الداخل كما هو موضح بالايه بالاسهم. زي ما احنا شايفين ادي السكال او الجمجمه. لو انا كنت جاي بالايه السكينه بتاعتي، السطور بتاعي بقى، كنت جاي قاطع كده، واخد بالك، وهيبقى عندي الجزء ده اللي هو الفولت اوف ذا سكال، هاخده يبقى ده الفولت اوف ذا سكال، تمام كده. طيب ده الفولت اوف ذا سكال ازاي بقى؟ لو انا ببص من هنا على الفولت اوف ذا سكال من هنا خلاص كده، ماشي ماشي. بس ده منظر احنا اخدناه قبل كده لما كنا بناخد السكال من بره. دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه بقى؟ يعني كنا ناخد ده كده لما كنت ببص على حاجه اسمها السبيرو فيو اوف ذا سكال، او حاجه اسمها النورما فيرتيكاليس، ان انا ابص على السكال بشكل عمودي من فوق خلاص كده. يبقى كده بص، عشان بقى تبقى الاسهم دقيقه، يبقى انا ببص كده، مش هبقى اقطع كده مثلا، اهو مش لازم اقطع يعني اصلا، بس ايه ممكن ابص من ايه من فوق كده حتى على السكال لو سليمه، يعني تديني ليه النورما فيرتيكاليس اللي هو ليه الجزء ده من فوق، سبيرو فيو اوف ذا سكال. انما دلوقتي بقى حاجه ثانيه، انا ايه بقى عامل ايه بقى؟ انا قاطع السكال، ماشي كده، وداخل ابص من هنا كده، داخل ابص على الايه السكال كاب من الداخل خلاص كده، ماشي. طيب فانا دلوقتي عندي المشهدين، لما هقطع كده واخد الجزء ده بره يبقى عندي مشهدين، المشهد الخارجي ده اللي هو النورما فيرتيكاليس اللي احنا هرسناه في اول سكال خالص، ايام بقى الدلع يعني خلاص كده، ويجي لي بقى المشهد ده اللي هو السكال جاب من الايه من الداخل. على الرغم ان هو جزء سهل وكل حاجه، لكن مهم في الامتحانات، ودايما الحاجه السهله بتبقى مهمه. يعني لو جينا بصينا على السكال كاب، حبيت اجيب رسمه ملونه عشان اطلع العظمات المكونه للسكال كاب. هنجد الفرونت البون او العظمه الاماميه بالتاكيد في المقدمه، وعلى الجانبين العظمتين الجداريتين البريتال بونز على الجوانب، وورا تيجي حته كده من الاوكسيبيتال البون على استحياء تشارك في هذه المساله خلاص كده. طيب ناخد الايه السوتشرز، كل الكلام احنا عارفين طبعا ما بين الفرونت البون وما بين التيم برايت البونز بيبقى في سوتشر يسمى الكورونال سوتشر. الكلام انا مش خدته قبل كده، اخدته بس اخدناه لما كنا بنبص على الايه الكاب دي من بره، لما كنا بنبص على حاجه اسمها دي نورما فيرتيكالز، او نبص على السكال من فوق بشكل عمودي كده خلاص كده، سبيرو فيو اوف ذا سكال. انما هنا نفس الاستراكشرز بس من جوه، ماشي. في عندنا هنا الكورونال سوتشر، وعندنا هنا ورا الايه اللامدويد سوتشر، لامدويد سوتشر خلاص كده. وفي عندنا هنا بياخد بشكل ايه طولي كده حاجه اسمها ليه الساجيتال سوتشر. طيب طبعا هنا لما نيجي نتكلم على الكورونال سوتشر مع الساجيتال سوتشر، منطقه هنا تسمى ليه البريجما، والساجيتال سوتشر مع اللامدويد سوتشر، منطقه هنا تسمى ليه اللامدا. والقصه بتاعت البريجما واللامدا ومساله الالتحام والكلام اللي احنا خدناه زمان كتير في النورم فيرتيكاليس برضو يرجع ايه رجعوا. طيب كل ديت حنكشه كده واخد بالك، ويعني يعني دي تعتبر سبوتات قديمه خلاص كده. ناخد بقى الجديد اللي يلزمنا والمهم بقى في الامتحان اللي يجي في الامتحان في الانترنال سيرفيس اوف ذا سكال كاب خلاص كده. طيب كلنا عارفين طبعا انه هذه المنطقه بيبقى فيها المننجيس او الاغشيه السحائيه، فبيبقى فيها عندنا يعني ممكن نقول بعض الايه الشرايين اللي بتشارك في البلاد سبلاي لهذه الاغشيه السحائيه، وهذه الشرايين بنسميها المننجيال ارتريس او الاغشيه السحائيه. طبعا في عندنا واحد قدام بنسميه الانتيريور برانش اوف ذا، يعني هو كاتب انتيريور برانش اوف ذا ميدل منينجيال ارتري، وهنا الميدل منينجيال ارتري مش مهم يعني. المهم ان انا عندي هنا جروفز كده تسمى الفاسكولار جروفز، او جروفز بيبقى فيها ايه اوعده. ممكن نكمل الفيديو اللي